a teaching module for the undergraduate medical student. ال progress اللي حصل till now اني خدت already the administration approval. In short, هي عبارة عن teaching module بيintegrate three parts of humanitarian medicine, medical ethics, medical laws, and the communication skills in different situations in medical practice. صحيح بيدرس كل واحد من دول لوحده, لكن the form of integration between those human medical sciences هو ده الابروتش اللي أنا عايزة أوصل له. كان ايه الفكرة البروجكت؟ ان احنا هنعمل الموديول ده in 3 weeks, هيدرس لمجموعة من الطلبة 50 طالب, وهنبتدي نعمل pre-test و post-test ونشوف يعني مدى تقبل الأولاد للconcept of humanitarian medicine. ايه اللي حصل لغاية دلوقتي؟ حصل administration approval. الكلام ده هيحصل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللي أنا مسؤولة فيها عن تدريس vertical module of human medical sciences. تاني حاجة الـ student selection, وعملت preparation للماتيريال. دي الـ general ILOs of the module, ودي الـ specific the intellectual or professional, ودي الـ contents اللي أنا select من كل الـ modules المختلفة سواء كان في الـ ethics أو law أو الـ communication skills عشان تدرس للطلبة during this period. ودي الكونتنتس اللي قسمتها على ال 3 weeks اللي ان شاء الله بإذن الله المفروض انهم يبتدوا في سبتمبر, وده الديلي اللي حصل. التيتشنج ميثودز, انا كنت intended انها طبعا تبقى small group interactive lectures with debate discussions و role play. اللي حصل بقى نتيجة للكوفيد 19 عطل طبعا البلان للبروجكت, وابتدينا نفكر في او ابتديت انا افكر يعني في انها تبقى اونلاين تيتشنج او فيرتشوال فايل مايكروسوفت تيمز, انها تبقى دي البلان بي. احنا لغايه دلوقتي للاسف الشديد مش عارفين احنا هنستمر فيس تو فيس تيتشنج ولا هيبقى اونلاين تيتشنج. انا ابتديت اوريدي ان انا اعمل الكونتنتس دي في صوره فيرتشوال موديول. ده التايم بلان اللي احنا كنا حاطينه, وطبعا حصل ديلي في اللوجيستكس لانه طبعا في تقريبا الجامعه ما كانش فيه حد من الستاف ولا من البيرسونال كان بيبقى موجود. اللي برضو حصل فيه ديلي اللي هي الاويرنس سيشن, لانه الطلبه كان فيري لودد في الفتره الاخيره. احنا من الكليات اللي عملت الامتحانات اونلاين, فكان في lots of revision وازاي awareness بقى بازاي الاكسس على الموديل والايه والاكسس على الاونلاين اكزامز. فعشان كده كان من الصعوبه مكان ان انا اقدر اخد مجموعه من الطلبه وابتدي اعمل لهم awareness او اخد الانفورمد كونسنت او ان انا ابتدي التيتشنج. فهم دول الستبس اللي اوريدي بقت موفد او postponed, وان شاء الله hoping انه من سبتمبر تبتدي القصه يبقى فيها يعني more activity ومore motility. ايه lessons learned؟ طبعا انه لازم الواحد يكون عنده plan B, لانه مش في احلامنا كان الوضع اللي احنا فيه, وعشان كده دايما لازم يكون الواحد prepared انه ازاي يقدر to move من يعني من طريقه لطريقه ثانيه على اساس انه ما يوقفش الهدف بتاعه. وانا اي دو ثينك انه قصه الاونلاين تيتشنج او ان احنا نستخدم البلاتفورمز المختلفه اننا تو تيتش الموديول اوف هيومانيتيريان ميديسن هيكون له يعني تاثير كويس جدا. يمكن بعد كده انا بفكر انه انا اعمل كومباريزون بين الاونلاين تيتشنج وبين الفيس تو فيس تيتشنج. دي انا ما كنتش كاتباها في البروبوزل, بس دي من الافكار اللي جت على دماغي يعني, وان شاء الله باذن الله اقدر ان انا ازود ده كواحده من البوينت اوف ريسيرش. ثانك يو.